مساحتنا الثانية سالية حنخصصها للذكاء العاطفي اللي هو أحد أنواع الذكاء المتعددة اللي بنسمع فيها، لكن كيف ممكن يكون الذكاء العاطفي مساعد للتخلص من المشاعر السلبية ونستفيد منه بحياتنا؟ كيف بيحفزنا لاكتساب مشاعر جديدة؟ اليوم رح نعرف التفاصيل مع ريم حنانة، مدربة تنمية بشرية. يسعد لي صباحك يا ريم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير ريم، وأهلا وسهلا فيك. يعني يمكن زينب عرفت بالبداية الذكاء العاطفي، هلا الكل بيقولوا الذكاء معروف، بس شو هو الذكاء العاطفي؟ حابين نعرفها منك. تفضل. بالبداية خليني أحكي إنه في نوعين من الذكاء. أول شيء العلماء النفس سعوا لأنه يفهموا على مدار الأيام شو هو الذكاء ونسبة تطوره ونسبة وربطوه بنسبة نجاحنا بالحياة، فاكتشفوا أنه في ذكاء اللي هو الآي كيو، الذكاء المنطقي، هو نسبته أو بيأثر على 20% من نجاحنا بالحياة. حلو. هو الذكاء المنطقي اللي بيخص الشهادات، قدرة التحليل المنطقي ومقياس الذاكرة. فلقوا انه في نوع ثاني واللي هو الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي بيشكل او نسبة 80% على نجاحنا بالحياة. الذكاء العاطفي كل شيء بيخص المشاعر والانفعالات. طيب ليكي، هلا دائما بنسمع كلمة ذكاء عاطفي بنقراها ببعض مواقع التواصل الاجتماعي او بنشوفها بنسمعها بالاحاديث اللي عم تقال بعض مدربي التنمية البشرية، لكن ما بنعرف شو بتفيدنا بحياتنا، كيف بنطبقها؟ بتعرفي هلا كل انسان مشاعره مثلا انفعالاته ما بيقدر كثير يسيطر عليها. كلمة الذكاء العاطفي هل هي بإدارة مشاعرنا وانفعالاتنا لحتى نقدر نستغل المواقف يعني لصالحنا؟ صحيح. هل هي الترجمة المحلية خلينا نقول لها؟ ايه تمام. الذكاء العاطفي هو يعني انه انت قدرتك على فهم مشاعرك ومشاعر الاخرين وانك انت تاخذ قرارات صائبة بناء على هي المعرفة. يعني انت تفهم حالك صح، تدمج قراراتك او نتيجة ردات فعلك بين العقل والعاطفة فتلاقي نتائج افضل من هذا الشيء. طبعا عام 1995 الكاتب دانيال جولمان عرف الذكاء العاطفي على انه هو انت كيف تفهم مشاعرك وتديرها وتطلع منها افضل النتائج وتدمجها مع عقلك وحياتك العمليه. حلو. هل يستخدم الذكاء العاطفي بالعلاقات كافة؟ يعني مثلا بعلاقة رفيقتين مع بعضهم، علاقة زوج وزوجة، علاقة خطيبين، هل الذكاء العاطفي هون له دور يعني لأحد الطرفين خلينا نقول ريم؟ يعني ممكن حدا يستخدمه يمكن لشيء أكيد منيح، يعني لا يتجاوز أحيانا مشاكل بتصير بيناتهم الاثنين. أكيد طبعاً. هلأ بيقولوا أنه أنت لازم لتكون ذكي عاطفياً، ذكي اجتماعياً، تمر بخمس مراحل أو تطبق خمس مراحل بحياتك. أول وحدة هي الوعي الذاتي. الوعي الذاتي أنه أنت تعرف مشاعرك صح، تعرف أنت هلأ شو حاسس، أنا وقت خاف شو بحس، وقت اقلق شو بحس. طالما أنا عرفت وفهمت حالي حققت أول خطوة اللي هي أنا أدركت مشاعري، فهمت على حالي أنا شو بدي بهالدقيقة. تمام. ثاني خطوة هي إنه أنا أعرف دير هاي المشاعر، أتحكم فيها. كتير مرات بنمرق بمشاعر سلبية أو مشاعر إيجابية، نحن ردات فعلنا بتكون سيئة كتير لأنه ما عرفنا نتحكم بحالنا بهاي اللحظة. تمام. فأنا لازم أعرف حالي وأقدر دير مشاعري صح لبلش بقى أدخل على حياتي قصص إيجابية ودخل مشاعر إيجابية. حلو. وحفز حالي لكون صح أكتر. بس مرقت بهي ثلاث مراحل انه انا ادركت مشاعري وفهمتها وتحكمت بردات فعلي وبلشت ادخل شغلات ايجابيه لحياتي، بيجي بقى الشغلات الثانيه اللي هي مع الاخرين، بلش بقى افهم مشاعر الاخرين، افهم مشاعر الشخص اللي مقابلي، رفيقي، حبيبي، مديري بالشغل. صحيح. ايه بلش بقى افهم عليه هو شو حاسس بهالدقيقه، يعني انا ما بصير اتصرف رده فعل معه وهو حالته النفسيه مثلا صعبه، ما بصير اقول نكته وهو حزنان او متضايق. مزبوط. صحيح. هذا الشيء ما له من الذكاء العاطفي ابدا، يعني بقوم بصير بمشكله انا بغنى عنها. تمام. والشغله الثانيه بعد ما انا ادرك مشاعر الطرف الاخر بعرف اتحكم بعلاقتي بقى معه. عرفتي؟ تماما. احيانا يمكن خلينا نقول الطرف الاخر حتى بيكون في عنده غموض او ما ببين الشيء اللي بيشعر فيه، حتى هو بيكون ما عنده ادراك، ما عنده هالذكاء العاطفي. فهون بهي الحاله كيف فينا نحن نتعامل؟ يعني كيف فينا نأسس لعلاقات ناجحة؟ أنت
بتشوفي المجتمع في شرائح مختلفة من العالم، في ضغوطات حياتية كبيرة هلا مثلا على السوريين، كيف فيك تتعاملي مع الشخص اللي ما كتير بيظهر المشاعر الداخلية؟ يعني كيف بدنا نعرف شو بيحس إذا ما بيظهر، إذا عنده غموض أو ما بيفصح عنا أو بيتلوى أنه ما يحكي عنا؟ تمام، بالبدايه لانا اعرف الشخص قلنا اللي مقابلي لازم اول شيء افهم حالي واتحكم بردات فعلي. في كثير مرات مشاعر سلبيه انا بتخلي الشخص اللي مقابلي بعد عني ينفر، تمام، فلازم اتحكم بردات فعلي. انا بصير معي مثلا انه انا كثير بعصب، طالما انا كثير بعصب الشخص اللي مقابلي حينفر مني، يعني لا حقدر اتواصل معه ولا افهم منه ولا شيء ابدا. فلازم اتحكم اول شيء بردات فعلي تجاه هي المشاعر السلبيه اللي بتصير معي. حلو، تمام. مثل الغضب، اوكي، الغضب هو انه انا كثير بعصب، ما بعطي فرصه لافهم، ما بعرف شو هي، لازم اتحكم فيها، لانه بيقولوا انه الغضب اذا انت نفستي عنه بنفس اللحظه بيؤدي لنتائج كارثيه ما فيكي ترجعي عنها بعدين. صحيح، تمام. فاول خطوه دائما بنقول انه انت وقت تكون كثير بقمه تعصيبك اول شيء خذ نفس عميق، اتنفس منيح، بعدين بعد ما تتنفس فورا فكر انه انا ليه، يعني عد من الواحد للعشره. ايوه تمام، عد من الواحد للعشره. انا عم ترجم لي عد من الواحد للعشره، فكر برقمين كثير صعبين تحسبهم، اي شيء مهم انت خذ اتجاه مخك للمنطقه، عرفتي؟ بعد عن العاطفه. تمام، طالما انا عرفت عالج حالي او هدي حالي وقت اكون غضبان وقت اكون قلقان مثلا، القلق كمان كثير بياثر على حياتنا، كثير بيعمل معنا شغلات بشعه. التوتر والقلق سالي اكثر شيء عم يتعرض له كثير. ايه تمام، اكلنا يعني في شيء مو مريح بتحسي ما بدك تحسي بشيء سلبي بس غصب عنك. قلقانه بتضلي متوتره وقلقانه. طب انا بجيب القلق لعندي، يعني بقول انه انا طالما ركزت كل الوقت على القلق، مثلا انا خايفه افشل، طب انا حافشل، يعني عم ضل فكر فيه لهذا الشيء السلبي، فانه دائما طالع بوشي 100%. الحل انه انا بالقلق جيب اللي انا قلقانه منه، فكر انه انا ليه قلقانه مثلا من هذا الشيء ولاقي له حل، يعني طب اذا صار معي، يعني صار معي اللي انا خايفه منه، طب عندي حل هيك، بس فبصير فكر بالحل، بيتجه مخي كمان للحل بشيء ايجابي انه خلص انا لقيت الحل فبرتاح. حلو كثير، تمام. طالما نحن عرفنا نتحكم بهي المشاعر السلبيه فمنبلش نبني العلاقات الناجحه بطريقه، اول شيء انه نحن تكون ثقتنا بحالنا عالية، نحن عرفانين وحابين حالنا. تمام، حابين حالنا. في طبعا كثير قصص لانه انت تحبي حالك بنحكي عنها مثلا بعدين، بس انه هي المهم اول خطوه انه انت تكوني واثقه بحالك. صحيح. الخطوه الثانيه تتعاطفي مع العالم، تتعاطفي انه انت تقدري تفهميهم، تعطي فرصه لحالك تفهمي الشخص اللي مقابلك، مو بس تحكمي فورا من بعيد، لا، لازم تقربي، تعرفي وجهه النظر، تفهمي اكثر، تتعاطفي معه، تحسسي انه انت حاسه فيه على القليله، يعني مو عم تتمسخري عليه وهو مثلا عن جد متضايق، حتى لو القصه كانت تافهه اللي هو متضايق منه. عدوى الانفعالات، انه انت تكوني ايجابيه، المشاعر الايجابيه تمرريها بس المشاعر السلبيه ما تمرريها. يعني انا اذا ابتسمت لحدا اكيد حيبتسم لي حتى لو ما كنت حاكيه معه ولا كلمه. صح، فانه الايجابيه بتعدي، فلازم انا دائما مرر الاشياء الايجابيه، وقف عند السلبيه، معلش اقطعها خليها. تماما، يعني دائما يمكن المصطلح الذكاء العاطفي لحاله ايجابي، لانه اي شيء بيدخله العاطفه فهو فينا ناخده بالمنحى الايجابي. احيانا يمكن بنشوف اشخاص بتتصرف بعاطفتها ولكن تصرفات ما ايجابيه، ولكن هي من جواتها من فعله، يعني احيانا كمان الشخص الاخر ممكن يقدر هاي المشاعر وممكن يستوعبها، واحيانا لا. هون بنوصل للكلمه اللي قلتيها تؤدي الى نتائج كارثيه. شو بتنصحي كل العالم يلي هي طبعا عندها الذكاء، او كيف تستثمر هالذكاء؟ لنحكي بس انه هو ذكاء مهاره فيك تتعلمها مع الوقت، فيك تنميها عندك طبعا. والذكاء العاطفي لازم مثل ما قلنا انه انت تشغل عقلك وعاطفتك مع بعض. تمام. ما بيمشي الحال تمشي بعقلك ولا بيمشي الحال تمشي بعاطفتك. حلو. الحال فلازم اثنيناتهم نشغلهم مع بعض لنلاقي نتيجه احسن وافضل. بنصح العالم انه هن لازم يتدربوا على هي المهاره بشكل يومي. نعم. ما بتتخيلي قد ايه بتفيدنا بحياتنا، قد ايه لازم يكون عندنا ذكاء عاطفي مهم لنبني علاقات اجتماعيه صحيحه. ما بكفي انك انت تكوني عبقريه بمجالك او معك شهاده الدكتوراه فيه، لازم يكون عندك هذا الذكاء لتقدري تحققي النجاح مع العالم. كل شغلك بيحتاج لناس، كل شغلك بيحتاج لعالم، ما فيك تخبي هذا الشيء، وانت لازم تكوني متحكمه بالبدايه بمشاعرك وبحالك لتقدري تبني علاقه سليمه مع الاشخاص الاخرين. نعم نعم،
يعني الذكاء العاطفي هو كل حدا موجود عنده، وممكن يمكن كل حدا قلبه بحس امتى لازم يحكي الكلمه، لكن بجوز الانفعالات شوي بدها اداره انفعالات ومشاعر. خلينا نقولها ان شاء الله الكل يكون استفاد من هالمعلومات، واكيد بنتمنى نهار حلو مليء هيك بالعاطفه والذكاء والجمال وكل شيء. يا رب ان شاء الله نهار حلو عليكم كمان. شكرا لك. نشكر كثير وجودك معنا ريم والمعلومات اللي قدمتي لناها، ان شاء الله يكون لنا هيك ايضا لفتات ثانيه ولقاءات ثانيه اكيد لمواضيع ثانيه ان شاء الله. اهلا وسهلا.